السفاره الامريكيه تعين، تعزل الحكومات وتعينها، وعندك امثله ووثائق بده. اتفضل بس بوثيقه من فضلك. حاضر، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو منذ من السيسي حتى محمد علي ال 200 سنه السفاره الامريكيه بتعين الحكومات في مصر وتعزلها، والحاكم العسكري الذي ينتحل صفه رئيس هذا مجرد طرطور. يعني عايز بتقول لك السيسي قوي، السيسي اختار، السيسي راح، السيسي شال فلان، السيسي حط فلان. كويس. السيسي مجرد طرطور لا يعرف شيئا عن امر مصر. مش خايف يا صبر انت بتقول اي طرطور بعد ما تصالح مع قطر؟ يا سيدي هو ما يعني عاوز اقول لك ايه، طبيعه المعركه في مصر هي ان تكون مصر دوله ام تظل مستعمره امريكيه. ده الموضوع. فخلينا في موضوع. تمام. والسادات كذلك، ومبارك كذلك، وجمال عبد الناصر كذلك. كان طرطور. كلهم كانوا طراطير. بس ما تقولش عشان بتضايق بس يعني. يعني هذا توصيف واقع مش شتيمه. لا يا ما لا 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 ازاي ده كان رئيس دوله. ايوه حضرتك ما هتشوف حالا حضرتك هم وهم يقولون هذا. اتفضل. العسكر هم الذين يقولون. اتفضل. مش انا يعني. اتفضل. تمام. العسكر بيقولوا ايه بقى؟ وما كانش في حاجه اسمها حقبه ليبراليه في تاريخ مصر اطلاقا، ده ما حصلش في عهد الملكيه اطلاقا، ولا عمر الشعب اختار حد ولا شال حد. الوحيد الذي اتى به الشعب محمد مرسي، وعزلته امريكا لما رفض ان هو يكون طرطور مثل الباقين. نبدا حد بالسيسي. تمام. فضل. حكومه الببلاوي، حكومه حزب اول حكومه بعد الانقلاب العسكري. الذي شكل هذه الحكومه السفيره الامريكيه ان باترسون. ان باتر. وكانت بتتصل بالناس. ايه دليلك؟ حضرتك في فيديو اسمه حكومه زكت. ان باترسون هنجهزه حالا. طيب يا جماعه عندكم فيديو حكومه ان باترسون وساويرس. حكومه ان باترسون وساويرس. تمام. اوكي. ده حضرتك اشرف ثابت، الكاهن اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، قال في قناه تابعه للعسكر السفيره الامريكيه بتتصل بيا، يا اشرف انت هنعين البدع رئيسا للحكومه. ده السفيره الامريكيه اللي بتتصل باشرف ثابت نائب رئيس حزب النور. مين اشرف ثابت؟ نائب رئيس حزب النور. طب خلينا نشوف الفيديو ده. والدلاله هنا ان اشرف ثابت لم يقل لها هو انت صفتك ايه عشان تكلميني في تشكيل الحكومه. طب نشوف الفيديو. حاضر. مجايز بتدعي عليه، مجايز انت بتطلع كلام على الراجل. طب نشوف حضرتك. نشوف الفيديو يا خالد بعد اذنك بتاع اشرف ثابت. بيتم مساومتنا في قبول البرادعي في مقابل اي عدد من الوزارات احنا عايزينها. عايزين اربع وزارات، خمس وزارات. لو احنا كنا حزب انتهازي ده عرض عليكم كده؟ امر السفيره الامريكيه. السفيره الامريكيه عرضت في مكالمه تليفونيه بتعرض وعايزه البرادعي يجي رئيسا للحكومه، هي السفيره الامريكيه. يعني حتى هي السفيره الامريكيه ما كانت مستغربه ازاي نقول لها خد مثلا وزارتين ثلاثه اربعه وما تقبلش. هي السفيره الامريكيه كانت بتشكل الحكومه المصريه؟ ما انا مش فاهم. انا بقول لحضرتك يعني تبقى هي اللي بتشكل الحكومه وتحدد تاخدوا كم وزاره. احنا كان ردينا اللي احنا جماعه هاتوا حكومه تكنوقراط. يعني حكومه الانقلاب كانت عاوزاه يبقى وزير التموين. من طلب من الدكتور باسم عوده ان يستمر في حكومه الدكتور الببلاوي؟ مكتب وزير الدفاع اتصل بالدكتور باسم اكثر من مره. حضرتك تلقيت هذا الاتصال بنفسك؟ بالظبط. بعد ما اتصلوا بيه مكتب مجلس الوزراء اتصل، رديت قلت له حضرتك كان في مكالمه للدكتور باسم، قال لي ايوه ده مكتب سياده الفريق عاوز يكلم معالي الوزير. قلت له حاضر هبلغه. انا بناشد وزير التموين السابق وهو واضح انه كان شخص ناجح، باسم عوده، وزير الاستثمار الشاب اللي كان اسمه يحيى. واضح انهم كانوا كوادر، وحتى الدكتور عمرو دراج بس يخف علينا شويه في التويتات اللي بيبعتها امريكا دي كلها اللي مش مظبوطه يعني، برضو كان راجل قادر وزير التعاون الدولي يجي يكملوا معانا. دكتور باسم قال لي الناس دي فاكرانا ان احنا بنبيع مبادئنا، اللي انا هلهث ورا منصب وهروح اشارك. حضرتك في جزئين. انا اتكلمت يا صابر دلوقتي، انا لسه ما اتكلمتش خالص، ده انا بعمل رياكشن يا راجل، اديني فرصه. طيب اتفضل. في جزئين. اتفضل. الجزء الاول خاص بالسفاره الامريكيه، اتصلت باشرف ثابت قالت له انتوا هتاخدوا كام وزاره؟ يعني السفاره الامريكيه مش كلفت الطرطور السيسي او المخابرات الحربيه ان هي تتصل باشرف ثابت وتقول له تاخدوا كام وزاره؟ وبعدين السفاره استناها في 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 الخلفيه. ايوه. انما ده هي بنفسها بتتصل بالناس وبتوزع. طب ما جايز اشرف ثابت بيفتي، جايز لم يخرج. لا تكذيب، اشرف ثابت ده راجل العسكر والحزب النور مشترك في الموضوع ويعني حاضر كل الحكايه كلها.
فضلا ان اشرف ده معلومات انا بقى الشخصيه ان اشرف سابك كان يرتب لقاءات بين اعضاء مجلس الشورى من حزب النور والسفاره الامريكيه ومسؤولين، ومنها ان اشرف سابك دي معلومات انا مستقيها مباشره لان كنت موجود في مجلس الشورى، ما ينفعش اقول المصادر لكن انا مستقيها. اشرف سابك طلب من الدكتور عبد العظيم عبد العال رئيس عضو الهيئه العليا لحزب النور واستقال رئيس لجنه التنميه البشريه في مجلس الشورى، طلب منه ان هو يروح للسفيره الامريكيه في مقر السفاره الامريكيه الدكتور عبد العظيم عشان يناقش قانون الجمعيات الاهليه. تمام. الدكتور عبد العظيم عشان راجل غلبان زي حالاتي وحياتك و90 مليون مصري مش غلبان. تمام. انا من الغلابه والناس السوزه. تمام. فكر ان هو في بلد وفي برلمان وقال له لا البروتوكول بيقول ازاي انا رئيس لجنه اروح للسفيره الامريكيه في مكتبها في السفاره تاتي الي في مجلس الشورى. ده عم عبد العظيم. ده عم عبد العظيم بقى الراجل فكر نفسه عضو والشعب اختاره بتاعه رئيس لجنه وكده. فاشرف يا عم عبد العظيم لان دماغك لان الجمجمه انت اسف ثابت قال له كده مفيش فايده. فقال له خلاص يا سيدي روح محقر حزب النور في الدقي فرع بتاعهم هناك وهيجي لك مش عارف سكرتيري تاني السفاره. راح له مساعد ثالث السفاره سكرتيري ثالث السفاره وناقشوا في قانون الجمعيات الاهليه. ده جزء ده فضلا ان برهامي طيب. ذهب الى امريكا وفق المشهد في الشروق قبل الانقلاب العسكري بشهرين. طيب في الجزء الثاني بتقول ساويرس بيقول على باسم عوده طيب. وان كاين كمل طيب. فالجزء الاولاني هنا مش عبد منصور مش طرطور عبد منصور مفيش ما نزع عبد منصور بقى انما السيسي نفسه مفيش. الجزء الثاني حضرتك لو حس في الجزء بتاع اشرف ثابت قال لها ايه بينصحها بلاش البرادعي شوفي حد اخر ايوه يعني ممكن تجيبوا حد تاني بدل لكن ما تدعيش ان الست اصلا بتشكل لا ولا يعني انت لو اتصلت بس محمد لقيت احمد موسى بيتكلمني يا صبر مشهور تعالى اشتغل في قناه مصر الان هقول له طب انت تعرفهم صفتك ايه مش كده انما الراجل اللي قال لها انت مين ولا صفتك ايه ولا حاجه ولا اتضايق منها لان الراجل فاهم اشرف ثابت فاهم ما هو ده حدث مع محمد مرسي وهنيجي لما محمد مرسي يجي طيب. في الجزء الثاني بقى لا بس عشان ما نعديش ده في الجزء الثاني بيقول باسم عوده كنت كان يجي يكمل معانا الجزء الثاني الاخ مدير مكتب باسم عوده راجل غلبان وساذج زي حالاتي وحالات 90 مليون مصر بلاش انت حضرتك تمام ده بيقول ايه بقى بيروي الواقع الخاصه بيه ان مكتب عبد الفتاح السيسي وزير دفاع العسكر رجل القوي اللي حاكم مصر اتصل وقال له تعالى يا باسم امسك وزير التموين وكلنا قرينا في الصحف وتابعنا ايامها ان الببلاوي هو بيشكل حكومه قال ثلاث اسماء يجوا يشتركوا في الحكومه عمرو دراج وزير التعاون الدولي يحيى حامد باسم عوده فاكر حضرتك هذا الكلام طبعا طبعا تمام طلع هذا كلام مين ساويرس احنا ما كناش نعرف ان ده كلام ساويرس اصلا ساويرس بقى هو صاحب القرار يعني ساويرس خد القرار ان دول يشتركوا في الحكومه وعبد الفتاح السيسي نفذ كلام ساويرس طب وساويرس ايه قوته يا بابا ايه قوه ساويرس حضرتك ساويرس امريكي الجنسيه عادي بكتير ملايين امريكيين جدا ايوه حضرتك ما هو ساويرس بقى انت عندك السفاره الامريكيه تحكم مصر ومعها معاونين ساويرس من ابرز هؤلاء المعاونين لذلك بيطلع قوانين ويلغي ويعمل كذا احنا حضرتك جايين حالا في برلمان العسكر هيعملوه تمام ساويرس حالا عامل مزاد او عامل سوق النخاسه ازاي قاعد يعمل هو والجنزوري الجنزوري من ضمن العبيد والجوارب بتوع ساويرس يعني تمام فساويرس حتى له تصريحات كتير جدا ان هو هيدعم 50 يعني الجنزوري هو جاب الجنزوري حطه وجهه وقال له ده جنزوري انت هتعمل ايه قايمه في المنظر كده والجنزوري يعني طبعا الجنزوري بتاع ساويرس هنجي للموضوع ده تمام وساويرس هو اللي هيشكل البرلمان المقبل فطبعا الحراميه والمزورين والرقصين هيجروا مع ساويرس ساويرس هو الذي يختار وطبعا عامل احزابه اذا انت اثبتت في الفيديوين دول ان السفيره الامريكيه بتشكل او شكلت حكومه الببلاوي حازم الببلاوي نفسه ده واحد من عبيد ساويرس ده عضو مجلس امناء الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي الذي شكله ساويرس ده هيشكل حزب المصريين الاحرار ما هو ساويرس عامل المصريين الاحرار والجبهه الديمقراطيه والمصري الاجتماعي الديمقراطي وبيمول حمد الفخراني يعني تقدر تقول ساويرس هو ساويرس ايوه حضرتك ساويرس حاكم مصر بيستمد قوته من السفاره الامريكيه يعني مصدر السياده والقوه في البلد هي السفاره الامريكيه درجه قرب وبعد ساويرس بقى او غيره يعني لو الحاكم العسكري واصل او مع الامريكان سلطه ساويرس تضعف الحاكم العسكري زي السيسي ده طيب ما علينا انت واضح انك عندك مشكله مع ساويرس يعني لا انا بتكلم على ما يحدث يعني ساويرس يعني واضح مصر انك انت مين بيحكم مصر ما بيحكمش مصر انت قلت لي يا استاذ محمد حضرتك ساويرس طلع مع معتز الدمرداش بعد ثوره 25 يناير وقال لابد قانون يطلع بان رجال الاعمال كل الاراضي والاموال التي سرقوها
ما خلاص ما عفى الله عن مساله ما فيش. تمام. كنا في مجلس الشعب. كنا مين اللي احنا مين يعني؟ انا كنت موجود في المجلس. انا بغطي معاك انت. تمام كنت بغطي انا في مجلس الشعب. كويس. وفوجئنا بان الجريده الرسميه صدرت بتاريخ قديم. فاكر لما ممدوح شاهين في التسريب الاخير اللي قالوا نعملها ملحق والتاريخ قديم زي ما كنا بنعمل ايام المجلس العسكري. ففوجئنا في قانون طالع من كمال الجنزوري مطلعه من المجلس العسكري. ده سنه كام تقريبا؟ ده في 2012 برلمان الثوره اللي على طول المحكمه العسكريه الدستوريه حلته. هذا القانون كان بيقول نصا ما قاله ساويرس للدرجه دي. ايوه، ان كل اللي استولى عليه رجال الاعمال يتم التصالح فيه اجباري وبالسعر القديم. يعني انت لو مستولى على ارض ساويرس مستولى على كيلو مترات. لا ومجدي راسخ وكله كله. بس ساويرس هو الحزبه الكبيره يعني، هو اللي طلع مع معتز دمرداش كتير جدا. حتى لو كتبت على اليوتيوب ساويرس معتز دمرداش هيطلع لك هذا الكلام. وفي عندك عشان بس نوضح، هو كمال الجنزوري جه رئيس وزراء في العسكر جابوه. وطبعا كان له قضايا في الاموال العامه. في عند حق صفحه. لا واحده، كمال الجنزوري كان له قضيه في الاموال العامه. قضايا ده حرام كبير يا راجل. بس لا اله الا الله محمد. طب قول لي قضايا زي ايه؟ وكمان كان له قضيه موبينيل اللي متداه بالامر المباشر لساويرس، ضاع على مصر فيها 3 مليار جنيه. ده تقرير الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات. ومصطفى بكري واحد من الناس اللي قدموا بلاغ، وكان هذا موضوع استجواب في مجلس الشعب ايام حكومه الجنزوري سنه 96. كان مقدمه اسمه المرشد بتاع اسكندريه. القضايا دي حضرتك لما مرسي عين النائب العام اللي هو طلعت عبد الله وقامت الدنيا وهاجت، اشتغلوا في موضوع ساويرس وكله بقى. ومن هنا بقى قامت الدنيا. تقدر تقول يا وساويرس رب مصر. تقدر تقول صبر انت، لما ساويرس بيحكم مصر ان الكنيسه تحكم مصر؟ ساويرس والكنيسه بيحكمون مصر. ما هو ساويرس حضرتك والكنيسه، ما هو ده مسيحي يعني له حق تواضرس يطلع يقول مش هيخشوا الاخوان المسلمين. لما يعتذروا، ده طلب امريكا ان الاخوان يعتذروا. ده احنا لو دخلنا في موضوع اخر ان امريكا حلت الاخوان المسلمين طوال 60 سنه، يعني ده موضوع اخر. طيب انما انا عاوز اخش في عاوزين نجيب فيه. عندنا حاجه خاصه بجريده الاهرام عن الجنزوري. ماشي يا جماعه. الجنزوري في جريده الاهرام اسمها ايه بقى؟ بجيبها لك والله. انا السفير الامريكي والعدلي امريكا مش خلاص ماشي هتيجي في سكتين. المهم هو مصطفى بكري كان احد الذين استندوا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ان دي ما نشوف جت الاهرام وكل الامور. وكان في البرلمان يعني مساله ثابته في ان الجنزوري اعطى لساويرس شركه موبينيل بالامر المباشر. ايوه اتفتح له المكتب الساعه 9 بالليل. الله ينور. انا عارف القصه دي. طيب تمام بتحكي لي انا. ده انا عارف القصه دي. حلو. ده اتفتح مكتب رئيس الوزراء الساعه 9 بالليل عشان يوقع ساويرس مخصوص، لان كان الامن الوطني مش موافق على ساويرس. يبقى اذا بقى مين اللي كان جاب الجنزور رئيس الوزراء في عهد المجلس العسكري؟ مين؟ ما هو ساويرس بقى. هنا انت هنا ما عندكش معلومه لكن يحتمل او يستنتج منها. قصدك عشان هو اللي مضى له اتفاقه الاولاني فيجيبه. وبعد كده هو الجنزوري اصدر القانون الذي يقنن وضع ساويرس. طب خلينا ده وحالا الجنزوري رجع يشكل في البرلمان ويقول لك اصل الدور الوطني. الدور الوطني ايه يا جنزوري؟ انت بتاعي. انت جنزوري وطني بتاعي. ده انت فتشك عملت مش اكد الدنيا. طيب خش على عهد حسني مبارك. نبدا بقى. وطبعا احنا في موضوع سيناء طبعا انت حضرتك سمعت تصريح الخارجيه الامريكيه انه تهجير اهالي سيناء يتم وفقا للخطه. ايوه. ووزاره الدفاع الامريكيه طلعت بيان ان احنا ادينا طائرات الاباتشي للسيسي او للعسكر. ايوه هيضربوا كذا. يعني اذا السيسي هنا ولا لا السيسي ولا صبحي الناس لهم اي دور في الحكايه، دول مجرد تراطير السفاره الامريكيه ايه بتدير المساله لا كلها. لا هو مش كده، انت بس بتقول الاشياء. لا اقول لما تبقى السفيره الامريكيه. اديني فرصه اقول لك. انت بس يمكن نيتك سيئه. هو المشكله انه في عايزين نحارب الارهاب اللي في سيناء. فهيحاربهم ازاي غير بالعشر طيارات اللي كانوا بيتعمل لهم صيانه في امريكا؟ حلو. هو بقى انت ليه بقى قلتها ان السيسي طرطور؟ هو لما يطلع البيان يقولوا احنا اديناك العشر طائرات من اجل استخدامهم في قصف الناس في سيناء. البيان كده بالنص. مين بيان؟ ده انا بديك القلم ده اقول لك سبحان الله. القلم ده تاخده هتكتب لي بيه كذا. مين البيان ده بتاع مين؟ بتاع الخارجيه الامريكيه ووزاره الدفاع الامريكيه. قال ادينا له 10 طيارات. ايوه بالنص حضرتك. عشان يضرب ايوه وازيح في كل وسائل الاعلام. ده نص مترجم وطبعا. طيب صح. نرجع لعصر حسني مبارك. عصر حسني مبارك عايز ايه بقى؟ وثيقه في بقى حضرتك. احنا طبعا احمد شوف عصر حسني مبارك في احمد عز. أيوة. تمام. في حكومه فرانك. ايوه انت قلت لي ان احمد حكومه فرانك ويزنر. هات له يا ابني حكومه فرانكو. فين هيكون فرانك ويزنر؟ موجود في يا جماعه حكومه فرانك ويزنر. ده السفير الامريكي كان بيشكل حكومات في ده مصر. ده فيديو. ده فيديو. طبعا احنا كلنا كنا بنقول من يقف ورا احمد عز. وحالا الناس بتقول لك احمد عز خبراء. احمد عز ده خلى شباب وبنات مصر كلهم عوانس.
وخلى الناس تسكن. مش كان بيعلي الحديد يوصل له 10000 جنيه؟ عوانس يعني ايه علاقته بالله؟ لما يرفع سعر الحديد حضرتك ل 10000 جنيه ده سعر السوق. سعر السوق ايه؟ ما كان بيعملوا له احتكار وبيعمل له بيمنع استيراد ويخلي الحديد اسرع على احمد عز. قصدك لما غلى الحديد عنس خلى الناس ما فيش قطاع التشييد يقف وبتوع رجال الاعمال شغالين في التشييد والبناء يخشوا السجون ماشي. وكانوا بينزلوا مناشدات في الصحف وقالت مدفوعة الاجر. من كان وراء هذا؟ احمد عز. ازاي بقى؟ مش هو اللي رفع سعر الحديد؟ خلاص ماشي. السفير الامريكي بقى حضرتك فرانك ويزنر احنا اللي كان بيحكم مصر كان جمال مبارك مش كده؟ ايوه. طيب من بقى كان مستشار جمال مبارك؟ مين هو؟ السفير الامريكي فرانك ويزنر. تمام. وهذه شهاده والسفير ده شهاده اللواء شفيق البنا في الحرس الجمهوري اللي كان شغال مع جمال مبارك وحسن مبارك ومراته. وبقول لك جالنا السفير الامريكي فرانك ويزنر يجي يجيب مع عيل منهم احمد عز ودخل. وبعد كده لقينا احمد عز وامبراطوريه احمد عز. ايه لا ده برضو ما انت عملت اقول لي حاجات. احمد عز حضرتك مش هو كان امين التنظيم في الحزب الوطني؟ هو الذي كان يختار اعضاء مجلس الشعب. من الذي اتى باحمد عز وعرفه على جمال مبارك؟ هو السفير الامريكي فرانك ويزنر. ايه دليلك؟ اهو الفيديو موجود اهو. هات له الفيديو يا عمي. هات له الفيديو اللي عمال يتكلم على احمد عز. ما يصحش كده. واحمد نظيف مش رئيس الوزراء مين بيختار جمال مبارك؟ طيب ثواني بقى عايز يلعب الفيديو. ماشي يعني الفيديو. يعني لما واحد طيب بالحديث عن احمد عز حضرتك قلت مجلس عز مين اللي كان بيحميه؟ يعني لما واحد يقول للسيد عمر سليمان انا مش موافق على 125 يبقى مين اللي كان بيحميه؟ مين اللي كان بيحميه؟ احنا اللي بنسمع. لك انت تصور ما هو يا رئيس الدوله يا نجل رئيس الدوله ما فيش غير كده. احمد عز هو نجم الفساد السياسي والاقتصادي في البلد. احنا بقينا دولة احمد عز في وجود الرئيس مبارك. وانا بقولها له كان في سفير امريكي في مصر اسمه فرانك ويزنر. لا صحيح. ففرانك ويزنر تقرب من جمال وجمال فتح له السكة على اساس ان هو ينجحه امريكيا واسرائيليا. ده اللي كان يهمه. رضا امريكا واسرائيل. بالضبط. فلما فرانك ويزنر طلع معاش جمال مبارك عينه مستشار ليه. لجمال مبارك. هو ده فرانك ويزنر اللي عرفه ببطرس غالي. هو ده اللي عرفه باحمد عز. ايوه فرانك ويزنر هو اللي عرف جمال مبارك باحمد عز. ايوه كان بيجي فرانك ويزنر ونلاقي معاه حد يسيب الحد بره ويخش هو وبعد كده يجيبه ويدخله. فاحنا كنا بنستغرب مين الواد ده؟ مين الواد ده؟ محمد عز كده كان بيجي ايه ده؟ ده في الرئاسه؟ لما كنا احنا موجودين. مين ده؟ جاي عايز ايه ده؟ بعد شويه مثلا بعد شهرين ثلاثه يعني تلاتة اول دخول احمد عز للرئاسه كان عن طريق فرانك ويزنر السفير الامريكي السابق. ليه معاه؟ طيب اللي هو شفيق البنا اللي كان بيشتغل في حرس الجمهوري قال صابر كلامه صح. في حد يا صابر بيقول لك وطي صوتك الجيران بيشتكوا. حاضر. طيب حق طيب اذا خلاص كلامك انا موافق تمام. ده اعتراف اللي هو شفيق البنا. بس ما تقوليش مصطفى بكر. انا مش هصدق مصطفى بكر. انا ما جبتش مصطفى بكر. انت جايبه في الفيديو. لا مصطفى بكر بيقول ايه؟ هذه اصبحت دوله احمد عز. ده عمر سليمان بيقول كلام. ده انا عاوز اوريك يعني بنقل لك الجو. ومصطفى بكر ما قالش مين اللي ورا احمد عز. طيب انما ده انا باخد لك وقتها كان الشعب كله بيقول حتى مصطفى بكر بتاع المخابرات العسكريه اللي هو شغال معاهم لحد النهارده كان بيقول لك احمد عز اقوى من رئيس المخابرات في البلد. بقول لك من ورا احمد تمام. ومين اللي لغى قانون الاحتكار في مجلس الشعب؟ اذا اعترف اللي هو شفيق البنا او مش اعترف هو الذي شهد قال وكشف بهذه الوقائع. وهو اللي هو شفيق البنا اشتغل قد ايه؟ 20 سنه في الحرس الجمهوري. 20 سنه كان مع سوزان وجمال وعلاء ومبارك وطالع في كل القنوات. واسمع بقى هو بيقول لك مبارك بيقول لك انا في حمى الامريكان وفي حمى الاسرائيليين. طيب يعني موضوع اخر يتعلق بيه من يحكم مصر. طب انا عايزك تديني فرصه بس وللمشاهدين فرصه. اتفضل تحت امرك. ان احنا بعد اذنك لو ما ضايقكش يعني ربنا ما يجيبش ده بس اتفضل قول. نقطع فاصل دقيقتين تحت امر حضرتك. انت بتقول السفاره الامريكيه والبهائيين والسفاره الامريكيه والعدلي في علاقه كانت بين السفاره الامريكيه والعدلي. ايوه حضرتك ما حكم احنا اتفضل لما كنا بنتابع شؤون القضاء الشامخ تمام توهمنا تمام وعشنا في الوهم والعالم الخيالي ان القضاء الشامخ هو الذي اصدر حكما بوضع الشرطه في خانه الدانه بالنسبه للبهائيين. اتضح ان هذا بس اشرح الناس ان البهائيين بيتحط قدامه شرطه يعني مسلم في البطاقه او مسيحي من قبل الثوره بحاجات بسيطه. طيب لما جم البهائيين بقى حبوا يحطوا يلغوا مسلم او مسيحي دي فحطوا قدامهم الديانه شرطه
في البطاقه القديمه انت بتقول، في البطاقه الجديده. الجديده ده من قبل الثوره 25 يناير بكام شهر. اتفضل. فانا كشعب مصر كله اعتقدنا وتوهمنا ان القضاء الشامي اختفطك ذهنه عن هذا الحكم. تبين ان هذا الحكم صدر من السفيره الامريكيه. وان القاضي اللي اصدره نفسه ما يعرفش مين اللي اصدره. مين اللي قال الكلام ده؟ وثائق ويكيليكس. يعني السفاره الامريكيه هي هي اللي مطلعه الحكم. مطلعه الحكم. ايوه حضرتك. اهي ادي ادي المصري اليوم صحيفه العصر. ايوه. مش حاجه يعني في دار من المخابرات العسكريه. عندك الصفحه دي يا استاذ. نشره لويكيليكس. ان حبيب العدل السفيره الامريكيه اجتمعت مع حبيب العدل. كان سكوبي. ان باترسون. وقالت له لا سكوبي مش عندك ممكن نراجع التاريخ بس مكتوبه العنوان ويكليكس سكوبي طلبت من العدل عن قصه قامه بتزويج مرتده عن الاسلام والوزير ننتظر سننظر السفاره الامريكيه ادت لسه التعليمات او قائمه بالتعليمات لحبيب العدل واحد البهائيين تطلع لهم حكم بخانه الديانه شرطه يعني ممكن القاضي اللي اصدر حكم جاله تليفون من امن الدوله يطلع الحكم بخانه الديانه شرطه فيمكن القاضي فكر ان الامن الدولي اللي طلعت الحكم تمام وامن الدوله فكر ان الوزير حبيب العدل هو اللي طلع الحكم كويس. لكن طبعا اللي طلع الحكم مين؟ السفيره الامريكيه. ايوه. تاني حاجه قالت له لا في عندك يا عدلي في عندك السيس انا حضرت القضيه بتاعته دي حكم عليه بسجن 5 سنوات لانه زور فيه بطاقه مواطنه مسلمه وكان هربها اسمها ريهام عبد العزيز على ما اذكر من امبابه تقريبا يعني كانت مسلمه وبقت مسيحيه. هنا بقى في الوثيقه حضرتك في ضمن هذا الاجتماع برضو لو شفنا الورقه اللي بعدها اللي بتاعت الاهرام اللي بتاع مصر الأهرام. اليوم برضو مصر اليوم شوف بقى السفاره الامريكيه في حبيب عدل ايه تطلع القص تطلع تفرج عن القص يعني السفاره الامريكيه تروح للنائب العام هي فاضيه تروح للنائب العام وبتاع هي بتقول لحبيب العدل حبيب العدل يوزع التعليمات او انا الورقه بتقول ايه الورقه قدام حضراتكم يخرج القص بكفاله يعني السفاره الامريكيه حتى بتحدد ان طريقه الافراج عن القص سوف تكون بكفاله بتقول هنا الواقع الجزء ده اللي كان موجود على موقع المصري اليوم شكرت السفيره الامريكيه وزاره الداخليه على اصدار شهادات ميلاد البهائيين مع وجود شرطه في خانه الديانه وطالبت باصدار بطاقه شخصيه للبهائيين مع وجود شرطه ايضا في خانه الديانه بها فين الجزء بتاع الاسم وده تم تنفيذه وتم تنفيذه فين تم الجزء تنفيذه. فين الجزء الثاني اللي هو بتاع الدكتوريه بتاع السيس بتاع السيس فين هو حضرتك موضوع السيس اهو قصه قطري فين بعد اذن حضرتك برضو عندك الورقه دي يا استاذ خالد ممكن تطلعها لنا بعد اذنك تلاقي اسمها السفيره والبهائيين اسمها السفيره الامريكيه والبهائيين السفيره الامريكيه والبهائيين بتقول الفقره اللي هتشوفوها قدام حضراتكم في 20 مايو قدام حضراتكم دلوقتي هي دي يا استاذ هي اللي قدامنا دي تقريبا هي في 20 بتقول في 20 مايو اجتمعت السفيره سكوبي ومع وزير الداخليه حبيب العدلي واثارت السفيره ملف وثائق هويه البهائيين وحثت على الافراج عن قس قبطي حكم عليه بالسجن بعد زفاف شخص اعتنق المسيحيه ثم تبين انه يحمل وثائق اثبات مزوره طيب السفيره بتدي التعليمات لحبيب العدل وحبيب العدل يوزع على شويه القضاه اللي هم كل واحد قاعد لك منفوخ وعامل لك فيها قاضي وبتاع تمام؟ طيب مسعد ابو الفجر بتاع سينا بتاع سينا ده حضرتك ده كان معتقل ايام حبيب العدل فهنا السفيره الامريكيه قالت له ادي عدلي تطلع مسعد ابو الفجر يلا طلع مسعد ابو الفجر يلا قالت له يلا يعني قالت له يعني احنا هتقول له ايه طلع حبيبي طلع كذا طيب تعالى نشوف نفس الوثيقه خالد بعد اذنك اللي قطعها من شويه وبعد كده العسكر عينه بعد الانقلاب العسكري عينه مسعد ابو الفجر بتاع السفيرة الأمريكية في اللجنة الخمسين لكتاب الدستور العسكر ده بيوريك من الذي كان يحرك الجمعية التأسيسية طيب الوثيقة اللي قدام حضراتكم اللي خاصة بمسعد الفجر برضو على بوابة المصري اليوم أو على موقع المصري اليوم وقال العدلي أن المدون مسعد أبو فجر شجع على الأنشطة الإجرامية من خلال دعم الفلسطينيين الذين يدخلون إلى مصر منتقدا عمل المنظمات الأمريكية غير الحكومية دون تسجيل بزعم انها تدعم المعارضه السياسيه بينما تعهد العدلي بالنظر للقضايا الاخرى، فين هنا قالت له فيه عنه؟ تعهد بالنظر الى القضايا الاخرى المثاره ما هو كان فيه كريم الشاعر واد المدون اللي هو ملحد كان في السجن وكان فيه مسعد ابو الفجر في واحد تاني بس مش فاكر مين وتم الافراج عنهم كلهم، انا عصرت ذلك يعني عصرت عمليه الافراج يعني السفيره الامريكيه سكوبي وقتها كانت اسمها مارجريت حاجه كده مارجريت سكوبي تقريبا السفيره الامريكيه وقتها يا جماعه كانت بتدي تعليمات طبقا لموقع اللي شفتوه ده ويكيليكس المصري اليوم ناشر ترجمه ويكيليكس المصري اليوم ناشر عن موقع ويكيليكس ناشر ان السفيره الامريكيه كانت بتدي لحبيب العدلي تعليمات يعمل ايه والقضاء ينفذ والقضاء اصلا ما عرفش مين اللي ادى الحكم ومفكر ان ابن الدوله ادته الحكم
لكن هو امن الدوله تراتير وحبيب العبد تراتير وبصاحبه الساده على مصر السفاره الامريكيه. تمام. بمناسبه الدستور برضو نسينا في فيديو وانت بتقول ان مسعد الفجر اتعين بعد كده في لجنه في لجنه الخمسين الدستور الاخير الدستور العسكر اللي احنا كشعب ما حطناش دستور اسمه دستور العسكر. العسكر حط دستور. طب ما هو مدون يا صابر يعني ايه المشكله؟ ما هو انا بقول لحضرتك انا عاوز اقول لك بقى يعني انت لما تمشي ورا الخمسين شخصيه وهذا موضوع اخر تكتشف الناس دي جايه منين. شوف بقى امشي بقى. تمام تمام. الورقه اللي بعدها. طيب في عندك في فيديو اسمه دستور الكنيسه. دستور يا ساتر. حضرتك ايوه الدستور الاخير ده الكنيسه والعسكر والامريكان اللي حطوه يعني. بس واحده واحده يا صابر عشان الناس. الدستور الاخير ده اللي كان فيه سيد حجاب. سيد حجاب اللي كتب فيها ان مش ده هذا دستور كتبه اجانب يعني ده موضوع ممكن نخش فيه. ايه اللي كتبه اجانب؟ مش هم عملوا اعلان في صور اجانب اعلان على هذا الدستور. صور اجانب يعني مش فاهم. كان فيه لوحه ترويج للدستور بان الدستور ده ممتاز وحطوا صور اشخاص اجانب امراه اجنبيه. مين اللي عمل كده؟ الهيئة العامة للاستعلامات. حطت صور ناس خواجات أجانب. وطبعا ده كان موضوع لكن هو إيه بقى؟ إيه علاقة الكنيسة بالدستور ده؟ الكنيسة حضرتك هي التي قررت أن تكون جلسات الجمعية لجنة الخمسين بتاع العسكر تكون سرية. طبعا عمرو موسى طلع في الإعلام يقول إن هو اللي قرر واللجنة قررت. لكن اللجنة شوية تراطير ولا زي أصدر القرار هو البابا تودروس وده موجود في فيديو اسمه دستور الكنيسة ده الفيديو ده أيوة. هو هيتعرض وطبعا الكنيسة حذفت كل المواد اللي عاوزاها وحطت المواد اللي عاوزاها بما فيها إباحة نشر مقاطع الزنا علنا في الأفلام. طيب زنا أيوة في مادة في الدستور العسكر يقول لك لا يجوز فرض رقابة على أي فيلم سينمائي يعني تطلع أي مشاهد. طب الكنيسة ما لها مخصوص انا بقول لك هذا الكنيسه عملت السريه بس الكنيسه مالهاش دعوه بالماده دي يعني دي ماده ممكن ليها او مالهاش ليها موضوعات لا لكن موضوع الكنيسه والجنس ده موضوع اخر يعني ممكن نبقى نخصص له موضوع واعتراض وسعي الكنائس الى نشر الرذيله في مصر ايه ايوه ده موضوع اخر احنا يعني الموضوعات لاتت الشعب من ممكن نخصص له حركه اخرى ده باعترافاتهم مش احنا مش انا اللي بقول انا صدمت والله زي ما انت صدمت لا انا مش صدمت انا يعني مكسوف نشوف الفيديو بدل ما نتشعب لا مره طلعت لي الكنيسه ولا نشوف فيديو بيدعي صابر انه الكنيسه كانت ما تشوش براسه ده البابا اللي بابا تقدر يقول انا بصدق انت ما بتصدقوش انت مشكلتك انما انا بصدق العسكر والكنيسه هنشوف الفيديو ده ونرجع تاني وهذا ما لم يحدث في اللجنة بما أنها كانت سرية بما أنها كانت مغلقة والناس والشعب لم يعرف شيء فإذا الحوار المجتمعي غائب وإمتى حضرتك هتسلم المشروع للرئيس بدون ما الناس يطرح على الشعب الشعب كان على اطلاع بكل التقارير كيف وما أنتم كيف حضرتك نقلتوا إلى الشعب إذا كنا إحنا الصحفيين ما كناش على اطلاع أكثر المطلعين حضرتك ايضا التقيت بخصوص الدستور بقى بالسيد عمرو موسى رئيس لجنه الدستور في اجتماع خاص. الدستور ده عامل زي الجنين اللي بيتكون لازم يبقى مخفي على العين فتره هيقعدوا 60 يوم عمل يناقشوا الدستور مفروض لا ينطقوا باي تصريح صحفي نهائي. للمره الثانيه او الثالثه او العاشره وعد زي ما انت عايز تعد صابر بيثبت انه الكنيسه كانت وراء الدستور. ايوه حضرتك ادي البابا تودروس بيقول هذا الدستور ماله بقى يجب ان يكون مخفيا عن العين. ده نفس الكلام. عين من؟ عين الشعب المصري المسلم ال 95% مسلمين في انت مصر. انت بتدخلها في مسلمين ما بدخلهاش لا بتدخلها لا هو الراجل لا 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 ما فيش ايه العلاقه هو الراجل مثقف لا ايه مش او مثقف لا راجل قسيس قاعد في الكنيسه ايوه وقابل عمرو موسى ايوه وقال له الدستور يكون مخفي أيوه. مخفي عن من ايوه عن الشعب امال مخفي عن مين هو الدستور بيتعمل من فوق طيب بس ما تدخلش المسلمين في القصه لا بدخل المسلمين في القصه بقى. لانه المقصود منه المسلمين حضرتك طب ما الشعب ده فيه مسيحيين الشعب ده 5% منه مسيحيين هويه الشعب وفقا لغالبيه السكان 15 شوف احنا مش عاوزين نخش في جدال الاحصائيات ولكن حتى لو 0.5% مسيحيين هم الذين يحكمون مصر طيب اليهود في امريكا ما يجيش 1% طيب انت عايز لكنهم يحكمون امريكا انت عايز تقول ان هو بيخبي ده عن الشعب عشان الشعب ما يكتشفش موضوع الزنا ما يكتشفش موضوع هو الشعب انت عايز متخيل الشعب المصري لو في موضوع الزنا هياخد باله اصلا وهينبسط ما هو اذا
الامور اتحذت فيها مناقشات الشعب ياخد باله. أيوه. ياخد باله حذف مثلا المواد الخاصه بالشريعه الاسلاميه خاصه بالوقف الاسلامي. يعني فكره الخفاء دي كانت فكره البابا تادرس، فكره تادرس. ومين هيحذف الوقف الاسلامي عشان المسلمين ما يبقاش عندهم جامعات خيريه والكنيسه هي بس بتقعد تنصر وتعمل جامعات خيريه؟ امال ده موضوع اخر، في موضوع خاص بالتنصير والوقف. دستور 2012 الذي وضعه الشعب يا استاذ محمد، الناس بتقول خطا وضعه الاخوان، الاخوان اللي حطوا دستور ولا حطوا بتاع، ده دستور وضعه الشعب وكان علنيا. طيب. ده دستور كان يسمح للشعب ان يكون علمانيا او اسلاميا. قدامنا دقيقه واحده. طب نخش في الاخ السادات، في عند حضرتك في السفير الامريكي وزاره السادات، السفير الامريكي ده هنشوف السفير الامريكي ازاي هو اللي رتب زياره السادات للقدس دون معرفه مدير مكتبه ولا رئيس الديوان بتاع الجمهوريه. بس متطلعش حاجه ولا... انت ما طلعتش حاجه لحسني مبارك لحد دلوقتي. ما حسني مبارك، ما انا جبت حق في احمد الحبيب العدل في عهد حسني مبارك، وجبت حق احمد نظيف في عهد حسني مبارك، وفرانك وزنر في عهد حسني مبارك، واحمد عز في عهد حسني مبارك. ماشي، ده مش عايز اخشك في اي المجالات على فكره. يحدث في الزراعه هذا ويحدث في الصناعه. طيب. هذا نشوف بس السادات، نشوف السادات الاول، نشوف السادات ماله السادات بقى. ده مدير مكتب السادات بيقول لك احنا طبعا اعلام العسكر هيئ لنا واوهمنا ان السادات طلع باغة العالم وفاجأ اسرائيل، انا جاي عندكم بكره. طبعا هذا كذب، ده السفير الامريكي. طيب. اللي كان مرتب كل حاجه. طيب نشوف الفيديو. وحتى مجلس الوزراء ما يعرفش ومدير مكتب السادات. ماشي نشوف الفيديو. وقال لهم يا شويه حمير السادات، اسمع هو بيقول على كل اللي معاه شويه حمير. طيب نشوف الفيديو ده بتاع السادات والفريق واللواء والبتاع وكل واحد عامل لي فيها ذكر، كان قدام السادات بيقول لهم يا حمير سكتوا زي الكلاب. فبتقول له طه عايزك يا ريس، فقال لي عايز ايه؟ قلت له يا فندم سيادتك امرتنا ان احنا نروح القدس واحنا مش فاهمين. قال اه مين اللي معاك في المكتب؟ قلت له السيد حسن كامل والسيد فريق الماحي وفوزي السيد فوزي عبد الحافظ وانا. قال اه يعني الاربعه الكبار اللي بيشتغلوا معايا. قلت له ايوه يا فندم. حتى قال كلمه كده، قال يعني الاربع حمير الكبار اللي بيشتغلوا معايا، وضحك. فقلت له مظبوط يا فندم. فقال طيب روحوا اتصلوا بايلتس. كان وقتها السفير الامريكاني هنا في مصر اسمه هيرمان ايلتس. الأستاذ صابر بيقول إن البابا تودروس كان وراء إن الشعب ما يعرفش حاجة بدعوى إن الشعب ممكن يزعل على، وطبعا طبعا الشعب المصري ثلاث أرباعه الحقيقة ممكن يتضايق من المواد اللي جت في الدستور، بس مش يعمل حاجة يعني. من الفاعل؟ طيب في عند حاجة عشان الوقت فيه. أنا دقيقة. حاضر. طيب في عند حاجة اسمها أمريكا تعزل وزير الدفاع الجمصي. عندك دي يا خالد بسرعة ولا مش عندك؟ برضو فيديو. لا لا هو واحد، دقيقة هو واحد. طيب دقيقة. وعاوزين نجيب جمال عبد الناصر كان طرطور آخر. ما هو جمال عبد الناصر حضرتك لا عين حكومات ولا شال حكومات ولا كله دعوه بحاجه. ايوه وكانت امريكا بتفرض عليه الوزراء برضو. ايوه حضرتك ده كلام المخابرات في اعترافاتهم. طيب هات الفيديو اللي هو طلبه الاستاذ صابر. يعني هذه صفحه اسمها امريكا تعزل الجمصي، دي في مذكرات المشير الجمصي قال فيها ان السادات قال له على اتفاق كامب ديفيد انا قررت تعزيلكم كلكم لان ده هات الورقه تستلزم هذا. الورقه قدام حضرتك اهي، في بعدها فيديو بس. لا 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 الورقه بس، الورقه اهي قدام بطرس حضرتك. غالي بيقول لك ايوه احنا جبنا الناس الورقه يا استاذ صابر. الورقه بتقول الجمصي في مذكراته وزير دفاع السادات في مذكراته بيقول ان السادات قال له بناء على اتفاق كامب ديفيد سيتم عزل حل مجلس الشعب. الورقه دي الاول مذكرات مين؟ الفريق المشير الجمصي. المشير الجمصي بيقول فيها السادات لعرضها على عبد الناصر فقط الفقره من اولها كده. لا لا معلش الورقه لا بتقول انه هي الورقه اللي قدامي حضرتك اهي. اه الورقه الثانيه دي. تمام. بتقول انه ان السادات قال للجمصي انه اتفاقيه كامب ديفيد ايوه اتفاقيه وكان راي السادات ماشي ان اتفاقيه كامب ديفيد تستلزم عزل وزير الدفاع. طيب انا هقولها. وكان راي السادات كما ابداه لي بعد اسبوعين من توقيع هذه الاتفاقيه ان مصر تمر بمرحله جديده تتطلب تغيير شامل في مؤسسات واجهزه الدوله، ولذلك قرر تغيير وزاره حينئذ وزاره ممدوح سالم التي كنت نائبه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الحربيه فيها، ووزاره اخرى باختيار رئيس مجلس الشعب لمجلس الشعب حل كل مؤسسات البلد وتغيير القياده العسكريه واطلاق اسم وزاره ده، كما طلب المرحله الجديده اجراء مفاوضات مع اسرائيل لوضع كامب ديفيد. ده مين اللي طلب من الرئيس كده؟ السادات قال له بناء تفكير كامب ديفيد هحل مجلس الشعب هحل مجلس. هقول لك حاجه طيب. خد بقى كفري استنى بقى ده مش هاخد حاجه انا مش هاخد حاجه فعادي جمال عبد الناصر انا خدت كتير قوي. انا اقول لك الحاجه ايوه انا هاجي لك كويس انا الاسبوع الجاي تيجي بقى طيارة بقيه الوثائق دي من اول اليوم بقى. حاضر ما ينفعش تمن تصالح 11 دي لسه في جمال عبد الناصر لازم من اول يوم وفاروق وكل ده بلاوي خلاص. لا 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 خلاص عشان حاضر. يعني في واحد جاله شلل جوه خلاص. هم بيقولوا السيسي حكم متغلب، انا بقول لهم لا حكم ولا تغلب. هو فين بس لو حكم متغلب كنا نبقى معاه، انما ما فيش هتقف مع ما فيش.
ده انا اللي قلت مفيش قبل كده. انت اللي قلت مفيش. هو مش موجود. وانت مش موجود. الحلقه فاتت كانت مفيش. هاتوا اي واحد مش موجود يا استاذ محمد. مش موجود. هو راجل تلاقيه في غرزه ولا بتاع ولا. طيب اذا انا بشكر حضرتك والاسبوع الجاي يا استاذ صابر انت هتاكد لي انه المره اللي فاتت كان مفيش المره دي مش موجود. ناس يعني حتى يا جماعه حزبا بس لم يملك من امر نفسه شيئا. حزبا بس. الوحيد مرسي وهو يدفع الثمن من مخالفه تعليمات الامريكان. طيب انا مضطر اني الحلقه بصراحة. والذي دار بين مرسي وأوباما لما رفض تعليمات اوباما وقفل السكه. متأكد جدا ان صابر هيتكلم وانا بين الحلقه جدا. بشكرك يا استاذ صابر بسرعه. لا لا خلاص اشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في حلقه جديده واوعدكم ان الاستاذ صابر مشهور يبقى معانا في حلقه تانية الاسبوع الجاي.